صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من هم على قتل شخص ثم اعتدى عليه بإطلاق النار ثم ولى وهو يعتقد أنه مات ولكنه لم يصب بأذى، فهل يكون حكمه حكم القاتل من حيث العقوبة؟ نعم، حكم حكم القاتل، لكن يكون حكمه حكم المعتدي، يكون حكمه حكم المعتدي، وعليه الوعيد بحمل السلاح لأنه حمل عليه السلاح. نعم. أما حكم القتل من حيث القصاص ومن حيث الوعيد على قتل المتعمد فهذا لا يحصل. نعم.